سائل من المدينة النبوية رمز إلى اسمه بالحروف سين عين يقول: هل صحيح أن أي حلم أو رؤيا فسرت سواء كانت جميلة أو قبيحة تقع حقيقة إذا فسرت فقط وإذا لم تفسر لم تقع؟ وهل يجوز أن يفسرها الرائي وهو لا يعرف أن يفسر؟ الرؤيا أمرها عجيب، ويجب أن من رأى رؤيا يكرهها أن لا يحدث بها أحدا، وأن ينقلب من الجنب الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، وأن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره بإذن الله. وإما إن كانت رؤيا طيبة ومفرحة فلا بأس أن يحدث بها من يثق به من إخوانه. نعم. يبدو لي أن السائل يريد فضيلة الشيخ ما يذكر من قولهم إن الرؤيا على جناح طائر، فأينما فسرت أو حيثما فسرت وقعت، أو كيفما فسرت وقعت، فإن كان يريد هذا هل من بيان؟ والمعروف أنه لا يحدث بها أحدا، أن من تعاليم الرؤيا إذا كانت مما يكره الإنسان من التعاليم في ذلك أنه لا يحدث بها أحدا ولا يذكرها. نعم. وما قولهم أنها تقع كيفما فسرت فليس بصحيح، لا أعلم لذلك أصلا.